كريم، لآخر مرة هقولك إني مش هسمح لك تجرح سلمى. أهلا واضح، معاكوا لقاء الخميس. إني أقعد لوحدي كتير يعني دي حاجة غريبة أنا نفسي مستغرباها، يعني بحب أقعد مع وحدي كتير، أقرأ، أسمع مزيكا، بلاقي نفسي وأنا لوحدي. يعني كانوا يقولوا لي يا خميسي على اسم جدي، ايه يا خميسي، تعالي يا خميسي، فاكيد انا مش خميسي على فكره. حاجات كتير نفسي قوي، معرفش بيسموها ايه، اللي هو بتنزلي من الطياره كده وتركبي باراشوت ولا حاجه زي كده يعني، بس بخاف قوي، او نط من حته عاليه على البحر، نفسي يبقى عندي الجرأة ان انا اعمل كده. يعني أسعد يوم في حياتي لما خلفت ابني كبير أدهم. في اللوك بتاعي نفسي أخس كمان شوية، بتاع مثلا 6-7 كيلو كده ولا حاجة. الحنية، مفضله فتره السبوله التمثيل على فكره، كنت بمثل على اخواتي بضحك عليهم واخليهم يعيطوا كده. الف العالم، الف كل العالم واشوف كل البلدان واتعرف على كل الحضارات. طبعا انا اوريدي قاري على الحضارات القديمه بس دلوقتي بقى. بشكر ربنا على كل حاجه، وبقول كده بعمل مديتيشن كده وبقول زي حاجة طويلة كده أنا كاتباها، يعني بشكره على كل الحاجات. بحب أقرأ وأسمع مزيكا، ويعني بالتحديد بسمع مزيكا وأقرأ. هو مش كتاب واحد، هو كذا كتاب، بس عموما أنا بحب أقرأ قوي عن الفلسفة والتاريخ القديم. هو أنا لما قعدت مع نفسي